متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، النهارده كانت ضربه بدايه منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2022 ان شاء الله، والبدايه جت بفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد سجله قفشه من ركله جزاء في بدايه الشوط الاول، لكن الكلام الكتير كله على اداء منتخب مصر وعلامات استفهام كبيره جدا، يا ترى هنفضل مكملين كده ولا دي عشان اول مباراه لمنتخب مصر بيخوضها بعد توقف طويل جدا بسبب كورونا وبسبب ضغط ماتشات الدوري، كانت اخر مباراه بيلعبها المنتخب مع حسام البدري كانت في شهر نوفمبر 2020، والنهارده المنتخب بيرجع تاني بفوز مهم. معانا كابتن عادل هيكلمنا على الحالات التحكيميه، وفي جزء فني هنتكلم فيه مع كابتن احمد ابو مسلم نجم المنتخب والنادي الاهلي السابق عن ابرز ما جاء في المباراه. في البدايه كابتن عادل، يعني النهارده اداء الحكم كان عامل ازاي؟ والله احنا زي ما احنا التقينا بالساده المشاهدين في بين الشوطين، قلنا ان طاقم حكام اماري بوبو تراولي حكم الساحه، ومعاه مديو بسمبك المساعد الاول، وبوموليا المساعد الثاني، والحكم الرابع مامادو كيتا هو اقدم واحد في طاقم الحكام، هو الحكم الرابع، هو راجل دولي من 2013 من حكام النخبه الافريقيه بي 41 سنه، لكن هو حكم مثير للجدل، عنده بعض الماتشات اللي كان فيها مشاكل كتير في الفتره، هو يعني ماتشاته مش كتير، لكن الماتشات اللي لعبها والقليله اللي لعبها عنده بعض القرارات المثيره للجدل. يعني النهارده انا زي ما قلنا في الشوط الاولاني هو سمح بالالتحام يعني التحام وصل لحد التهور، ورغم هذا ما كانش حاسم، وده تقرر على فكره كان في الشوط الاول على منتخب مصر. في الشوط الثاني كان يا كابتن احمد برضه استمر على نفس المنوال، ويمكن برضه هناك برضه بطاقه او اتنين لصالح. شفنا كوره رمضان صبحي يا كابتن اللي حذرت منه في الشوط الاول، يعني الالتحامات العنيفه من منتخب انجولا اللي توصل لحد الازاء، واللي على اثرها المفروض يكون هو مع وجود الحكم في الميعاد بالبطاقه الصفراء او البطاقه الحمراء اذا احتاج الامر طبقا للقانون. لان كابتن احمد لازم نتفق على حاجه مهمه جدا، اولى مهام الحكم في اداره المباراه القانون قال له اولى مهامه الحفاظ على سلامه اللاعبين، مهم جدا جدا جدا، ومن ثم تطبيق القانون، الحفاظ على سلامه اللاعبين تطبيق القانون، لا يعني ان اللعيبه ما بتعترضش، لا يعني ان الاجهزه الفنيه ملتزمه، هذا لا يعني ان انت شايف ان انت خلاص بتقول مش لازم بقى 10 بطاقه صفراء باقل عدد من البطاقه الصفراء، لا ما ينفعش. هو النهارده انا شايف ان الحكم النهارده كان عنده المفروض في طلب بطاقات مستحقه النهارده لبتسيسو اللي هو اللي عمل ركله الجزاء في الدقيقه 3 مع احمد فتوح، وفي فابيو عنده برضه انذار، وفي اديسون في المفروض برضه انذار، هو في مقابل بطاقه صفراء وحيده، دول ثلاثه تغاضى عنهم في الشوط الثاني، وفي الشوط الاول كان في اثنين، هو ادى بس بطاقه صفراء وحيده في المباراه للوينش في الدقيقه 15. انا شايف ان الحكم النهارده ما عندوش اختبارات، لكن لازم يكون اكثر حسما، هو طبعا من حكام النخبه بيه خبرته قليله رغم ان هو دولي من 2013، لكن ما كانش بيتواجد في المباراه. طب احنا ماتش النهارده يعني الحمد لله خلص والمنتخب كسب وخرجنا بثلاث نقط والحمد لله ما فيش اصابات ولا في اي حاجه، المباراه بقى القادمه قدام الجابون في الجابون يوم الاحد ان شاء الله، مباراه صعبه بعد فوز منتخب ليبيا النهارده على الجابون بنتيجه 2-1 وتقاسم الصداره مع منتخبنا الوطني قبل المباراه اللي جايه. يا ترى مين هيكون حكم المباراه اللي جايه؟ والله الحمد لله طبعا من حسن الحظ ان هو الدولي الافريقي رقم واحد في مصر في افريقيا الجنبي بكرة غسامة هو اللي هيدير اللقاء في مصر والجابون في الجابون، فطبعا اختيار موفق جدا جدا من الاتحاد الافريقي، واحد من اصحاب الخبرات، انت بتتكلم في حكم دولي من 2008 عنده خبرات كبيره، ادار ثلاث نهائي افريقيا، اسم كبير طبعا في القاره السمراء، وطبعا يمكن يكون ليه واقع معانا شهيره، وطبعا شاهد على صعود مصر لمونديال 2018 بروسيا في مباراه مصر واوغندا، مصر والكونغو اللي احتسب فيها ركله جزاء لصالح تريزيجيه، كنت بتناقش مع حضرتك قبل الهوا فيها في الدقيقه 90، وكان موفق جدا في القرار. يعني ده يعني حكم كبير زي ده في مباراه مهمه زي دي، يعني ده في مصلحتنا ولا طبعا يعني؟ طبعا خاصه ان هي المباراه خارج ملعبنا، واحنا دايما عندنا مشكله في افريقيا عموما، ان دائما وابدا بعض الحكام في كتير بيلعبوا احيانا او بيخشوا اصحاب الملعب في بعض القرارات، واعتقد ان ده هو حكم ما عندوش خالص الجزئيه دي، هو حكم عنده شخصيه، عنده حضور، عنده خبراته الفنيه عاليه، شخصيته قويه، فاعتقد ان ده من حسن انا اعتقد
ان ده عامل مهم جدا جدا لمنتخب مصر في الجوله الثانيه امام الغابون ان شاء الله. يعني احنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده، ثلاث نقط مهمه وان شاء الله تكمل الماتش اللي جاي. لسه لحد دلوقتي مش عارفين محمد صلاح هيكون موجود ولا لا، يعني الموضوع دلوقتي متوقف على ان محمد صلاح يعني لو هيجي هيجي من ليفربول على الغابون على طول ويرجع من هناك على ليفربول، فاحنا لسه مش عارفين. يعني الموضوع ده لو تم هيبقى في طياره خاصه هتروح تجيبه وتوديه وترجعه ان شاء الله، بتهيألي هتبقى. انا ليا تعقيب بس، اتمنى ان الجهاز الفني وكابتن حسام البدري تمام ما يزعلش، او انا عايز اقول لك حاجه، محمد صلاح لعيب كبير، اسم كبير، اضافه كبيره جدا 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 لمنتخبنا، لكن الكابتن حسام البدري لابد ان يكون عنده الحلول، لان لو حصل وتعثر حضور محمد صلاح. احنا عشان كده بقى معانا كابتن احمد ابو مسلم. كابتن احمد منورنا ومشرفنا على تلفزيون يوم السابع، وكلام كتير جدا عن اداء المنتخب النهارده يا كابتن، تقول ايه عليه؟ طبعا ازيك حضرتك، عامل ايه؟ تمام. كابتن عادل طبعا، كابتن عادل سلم عليه طبعا، وكلكم طيبين يا حبيبي. انت بالصحه والسلامه يا كابتن. يعني النهارده الاداء كان عليه علامات استفهام كبيره جدا يا كابتن احمد، شايف ان مش مهم نتكلم على الاداء دلوقتي والمهم الثلاث نقط في بدايه المشوار، ولا يعني مهم نتكلم على الاداء عشان اللي جاي بعد كده؟ والله اصلا طبعا انا بقول طبعا مبروك لمصر طبعا الثلاث نقاط النهارده، بس خلي بالك ده نقاط النهارده مؤثر خطر جدا اللي احنا بنتكلم فيه دوت، وده طبيعي. خلي بالك مش النهارده وصلت اللحظه، ده لا يدفع ثمن المنتخب والانديه المصريه الموجوده. خلي بالك انت بقالك كذا سنه ما بتريحش، عندك تلاحم في المواسم، فطبيعي الاجهاد هيبقى موجود. انا بقول لك الاجهاد النهارده باين على كل لعيبه المنتخب المصري وعلينا احنا كمان، احنا قاعدين بنتفرج على الماتش، احنا بجد احنا مرهقين من كتر الفرجه الفتره اللي فاتت. مصر مفيش جمل وما فيهوش تكتيك وما فيهوش اي حاجه، وده طبيعي. خلي بالك ده طبيعي، اللعيبه خلاص العنصر اللي هو البدني والعنصر الذهني خلاص، اللعيبه اتشبعت. خلي بالك بشكل كبير جدا، اللي كانت اللعيبه الموجوده مع الاهلي او الزمالك او الناس المشاركه دي كلها، هو عندك لعيبه كانت لسه راجعه من الاولمبياد ورجعت في فتره معينه، يعني حتى لو راح 10 ايام او 12 يوم مش هيعملوا حاجه برضه. خلي بالك اللعيبه دي بقالها مثلا سنتين ثلاثه ما بيشاركوش. طب هل يا كابتن غياب عناصر مهمه خاصه في خط الهجوم زي محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد مثلا، لو هنتكلم عليهم العناصر الكتيره اللي غايبه دي والنني كمان في نص الملعب، هل برضه اثرت بشكل او باخر على اداء المنتخب النهارده؟ طبعا اللعيبه دي كبيره جدا، اللعيبه دي اسمها كبيره، واللعيبه دي بتاثر على منتخب مصر، اللعيبه دي قوام الاساس لمنتخب مصر. خلي بالك يعني تريزيجيه ومحمد صلاح دول حاجه ثانيه خالص مختلفين، النني برضك حاجه كبيره برضه في نص الملعب منتخب مصر. انت عندك التجانس لازم يكون موجود مع اللعيبه الموجوده، بس عايزين نتكلم ونقول بوضوح او بنتكلم بشفافيه اكتر يا عصام وكابتن عادل يشاركنا في الموضوع دوت، اللي انت محمد صلاح خلي بالك الفتره اللي جايه مش تقدر تجيب محمد صلاح. يعني لازم تتكلم الطبيعي. الموضوع اللي حصل هو بتاع جائحه كورونا الفتره اللي فاتت لما صلاح جاله كورونا وكده. نادي ليفربول برضه محمد صلاح بالنسبه له، لو جينا نتكلم دلوقتي بقى في التوب ليفل، يعني بتتكلم في كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، ميسي، محمد صلاح، نيمار، انت فاهم؟ فمحمد صلاح قيمه كبيره، مصنف دلوقتي عالميا طبعا من صفر او خلينا نتكلم بروفيشنال دلوقتي، هو عنده قيمه تسويقيه كبيره جدا، المرتب بتاعه خيالي، فالنادي كله خايف على اللي بيحصل دوت، خايف يخسر سبونسر على حاجه زي كده، خايف يحصل له اصابه او يحصل له اي حاجه، فده الطبيعي الاجراءات اللي هم بيعملوها دي. خلي بالك وده خلي بالك رابطه يعني رابطه المحترفين اللي هي اللي قالت طلعت القرار ده، مش عايزين يخرجوا حد خالص اصلا، بس فهي دي فعلا بنتكلم دلوقتي. فلازم كابتن حسام زي ما احنا كنا بنتكلم وانتوا بتتكلموا في الاخر، لازم يكون عنده حلول سريعه. خلي بالك انت النهارده بنتكلم، احنا النهارده اهم حاجه دورنا على 3 بونت، دي بدايه مش وحشه، احنا خدنا 3 بونت، بس انت خلي بالك انت الفرقه النهارده الخصم اللي بتلعبه ما عندوش اي انياب هجوميه ولا دفاعيه ولا اي حاجه. انت هتروح تلعب المنتوشه الجايه في افريقيا بره، انت عندك عنصر، هتقول لي عنصر الاجهاد هيبقى موجود، اول عنصر مجهد احنا عارفينه من دلوقتي، هتلاعب في درجه حراره الطوبه موجوده فيها تبقى درجه حراره 50، عارفين درجه حراره 50، نقص الاكسجين في افريقيا هيبقى موجود، طب ده كله خلي بالك هيبقى صعب جدا. كمان هتلعب في وسط الدوري، يعني قول دلوقتي الدوري واقف، اما هنيجي بقى نروح في 10 وفي 11 ولما نروح كاس الامم، يعني الموضوع هيزيد الضغط برضه. ما ده اللي انا بكلمك، اللي انا بتكلم ده انا كنت بتكلم من فتره من زمان جدا وحتى قلت معاك، اللي لازم دلوقتي يعني المدير الفني اللي بيكمل كابتن حسام او اللي قبله لازم يكمل على الشغل الراجل اللي قبليه، وده اللي مدارس بره اوروبا الاتحادات كلها بتعمل، الاتحاد الالباني بيعمل خطه الوقت الاجل كده، اسبانيا بتعمل نفس الكلام، بلجيكا بقت خلاص بقت عامله نص اللعيبه دي كلها هيجيبوا لك صورهم وهم صغيرين بيلعبوا لما يطلعوا الفريق الاول كلهم مع بعض، انت فاهم ازاي؟ لما الكلام ده لازم تحضر البديل، لازم اكون مثلا ما عنديش صلاح هيكون عندي مين؟
عندي مع ده ابراهيم عبد سؤال العدل. سؤال مهم جدا، كلنا يعني بنسأل ويعني مش عارفين مين هيكون بديل صلاح في الفترة اللي جاية. طب يا كابتن النهارده ما فيش حد لفت نظرك نقدر نقول ان هو كان رجل مباراة النهارده؟ لا خالص، اصلا مفيش حد خالص لفت نظرنا. معلش احنا النهارده الميزه بتاعت المنتخب او مكسبنا في المنتخب ده 3 بونت. امال غير كده احنا ما شفناش حد، يعني احنا ما شفناش حد خالص، ولا حد مميز، ولا حتى ضرر، حتى الهدف اللي انت جايبه من ضرب جزاء. يعني انت مش جايب حتى مش كره مشغله او 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 مفتوح ولا حاجه، لا او جمله او 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 كروس باص الراجل عدى او دبل باص او حاجه اشتغلت زي كده. لا هي زي ما بنتكلم، والحمد لله اللي هي جت ضربه الجزاء كده. لو كنا فضلنا نلعب يومين كوره شكل جول الحمد لله. طب يعني فوز ليبيا النهارده على الجابون، هل ده بيصعب مهمه منتخب مصر يوم الاحد قدام الجابون، ولا يعني الموضوع مش هيفرق؟ لا طبعا، خلي بالك كل دي المنتخبات كلها بتبقى صعبه جدا. خلي بالك انا قلت لك العنصر اللي هيقدر، انت ما تفكرش في اللي بره في الخصم، فكر في نفسك انت. انت لازم تفكر في نفسك انت. الخصم عادي، انت لو في حالتك الطبيعيه تكسب النهارده 5، لو في حالتك الطبيعيه تكسب اي حد. بس انا بتكلم انت حالتك ساعه الماتش هتبقى عامله ازاي. انت ما تجيش تقول لك اللي جاي، طب ما احنا عارفين اللي جاي من دلوقتي، بس احنا بنتكلم الماتش الجاي هيبقى شكلي عامل ازاي، هلعب ازاي. والنهارده برضك في تحفظ، يعني في تحفظ دفاع كبير جدا. هنلعب على ملعبنا، بنلعب انجولا، مش شايفين انجولا ما شفناش فيها حتى دعامية واحد فيهم قريب بابل بتاع نادي الاسماعيلي، يعني هو ده اللي بيقدر يحاول يروح شويه. غير كده الراجل مش شايفين اي حد، يعني مثلا في خطوره ولا اي حاجه. فانا بتكلم دلوقتي ان انت لازم تشوف او تشتغل للشخصيه بتاعتك، تبان ان انا ابتدي اشتغل بشكل معين اقدر. انا بقالي فتره، الفتره اللي فاتت دي كلها مش قادرين نحضر بديل. يعني انا بتكلم انت الفتره اللي فاتت دي كلها كبيره جدا كمنتخب مصر. الدوري المصري افرز لعيبه كتير، وفي لعيبه كتير مميزه جدا. خلي بالك يعني ما تقولش لعيبه صغيره زي احمد عبد القادر لا ياخد، كريم عادل ياخد. انت لازم تطلع، لازم تعمل كواليس. ممكن نشوف ده في بطوله كاس العرب اللي هتتلعب ان شاء الله في ديسمبر، ولا هيبقى صعب؟ طبعا هي عايزه جراءه، لازم تدي اللعيبه دي. خلي بالك لازم تدي اللعيبه دي مميزه. لازم، مش هنفضل نتكلم برضك صلاح قيمه كبيره جدا، بس انت زي ما قلت لك صلاح انت ممكن ما تلاقوش في مناسبات كتير جدا. بالظبط، زي ما شفنا النهارده. ما عشان كده بقول لك لازم دلوقتي، احنا بقى لنا سنه يا جماعه لازم نطلع حلول في منتخب مصر. لازم نطلع، هو انت ما عندك 100 مليون مش عارفين نطلع مثلا باكين ليفت، ومش عارفين نطلع 2 مساكين، مش عارفين نحط نص ملعب، مش عارفين نجيب راس حربه. فانا بتكلم النقطه دي، لازم شغل. انا مش هاخد الجاهز على الفاضي على طول، لازم اشتغل، لازم اجيب لعيبه واطلع واحط لعيبه. والحمد لله احنا حالتنا مميزه. اللعيبه اللي بقت مصر زمان كان 3 4 محترفين، دلوقتي عندك ناس كتير جدا محترفين. وحتى بقيه الانديه، يعني كنا الاول متعودين لعيبه المنتخب اهلي وزمالك بس، لا دلوقتي عندك ممكن انديه منتصف الجدول او حتى الانديه اللي كانت بتنافس على الهبوط عندها عناصر ممكن تكون موجوده في المنتخب. طبعا انت معلش، ما انت بتتكلم على بيراميدز النهارده، اصلا بص بيراميدز فيها كام لعيب لعب اهلي وزمالك منتخب مصر. انت بتتكلم مثلا على النادي سيراميكا فيها ناس لعبت، يعني محمد ابراهيم، في ناس كتير، انت فاهم ازاي؟ والضغوطات عليهم بتبقى اقل، بيلعبوا عدد ماتشات اقل من لعيبه الاهلي والزمالك. طبعا انا قلت لك المشكله كلها ان احنا تلاحم المباريات الارهاق الاجهاد اللي احنا بنتكلم فيه، وده اللي احنا بنتكلم عليه من سنين. يعني كابتن، يعني احنا كده كابتن، يعني مفيش امل ان احنا نلعب كوره حلوه، يعني احنا نحمد ربنا على المكسب ونتمنى نكسب وخلاص. لا مش هتلعب كوره حلوه، انا بقول لك مفيش كوره حلوه خلاص مع المنتخب، يعني في فتره طويله. لو جبت كوره حلوه هتلعب بسبب واحد، اللي يكون عندك ناس موفقه وناس موجوده واقفه على رجليها شويه، اللي هي مثلا الفرقه من الاول ابتدت تستغل طرف، يعني استغلت اللعيبه الموجوده وحالتهم المعنويه مرتفعه وعنصر اللي جات اقل شويه، تقدر نقول لك تتفرج على ماتش كويس، تقدر تشوف النهارده الناس عامله ازاي. انت في كورتين ثلاثه النهارده جايين لحسين الشحات من الجنب، هو وجون الراجل شاطهم بره الناحيه الثانيه. فانت بتتكلم ده، ضيف على كده بقى محمد شريف، شوف بقى ناس ثانيه، وهتلاقي الونش، وهتلاقي حجازي بره جاي مستهلك من ساعه اولمبيات وبيلعب في الحاجات واضح جدا على اللعيبه كلها. ما انا بتكلم، هو ده اللي انا بنتكلم فيه. انت ما عندكش، مع للاسف احنا بنتكلم فيه، وقلنا قعدنا نقول تكرار وقعدنا نقول 100 سنه، اللي انت لازم عندك تعمل اجنده دوليه زي الناس كلها شغاله بره في اوروبا. نتمنى يعني طبعا يا كابتن نشوف ده يعني. وبنشكرك شكرا جزيلا على المداخله السريعه بالمعلومات دي، كابتن احمد ابو مسلم نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، بنشكرك شكرا جزيلا. يعني كابتن عادل، كابتن احمد اتكلم كلام كتير مهم عن المنتخب النهارده وعن الاخطاء اللي كانت موجوده، ويعني ادانا واحده كده عن ان خلاص مفيش كوره حلوه هنلعبها، ونحمد ربنا على المكسب ونتمنى نكسب الماتشات اللي جايه ايا كان الشكل اللي موجود في الملعب. طبعا هو تتعامل مع الموضوع، ان هو كره القدم لا تعترف الا بالارقام وبالنتائج. فشايف ان النهارده منتخب مصر في
في مرحله بناء في منتخب جديده، خاتم حسام البدري يعني ربنا معاه تمام، لكن هو طبعا فعلا ما فيش كره حلوه من فتره طويله، فيبقى مش مشكلة يبحث نكمل يبحث نكمل على 3 بط اللي هم يوصلوك لتصدر المجموعه على الاقل، زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في بدايه الاستوديو ان احنا نكون موجودين ضمن ال10 فرق اللي هيكونوا مرشحين ان هم يلعبوا الدور يلعبوا الاخير من التصفيات، المحطه وان شاء الاخيره الله نكون في قطر للتصفيات ونكون ان شاء الله 2022. في وده الهدف. اعتقد ان خلاص بقت الامور بقى طبعا صعبه، وبرده خلي بالك احنا عندنا مشكله، الدوري مضغوط، اللعبه مجهده، عندنا حاجات كتير، لكن لازم نتفق ان جهاز المنتخب الحالي تمام يجد كل مسانده ودعم من اتحاد الكوره، من وزاره الشباب والرياضه، من كل المسؤولين في الدوله عن الرياضه، هو بيجد كل مسانده ودعم عشان عندنا امل في ظل هذه الامور، في ظل الجائحه اللعينه دي ربنا ان شاء الله يعافينا منها، نوصل كاس عالم 2022 بقطر ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعه، وبنفكركم منتخب مصر النهارده كسب انجولا 1-0، وليبيا كسبت الجابون في نفس التوقيت 2-1، وان شاء الله المباراه اللي جايه لمنتخب مصر هتكون قدام الجابون يوم الاحد اللي جاي. بنشكر حضراتكم ونلتقي ان شاء الله مجددا.